سؤال في الكنيسة يقولون لا تصلون بالأغبية في زروع الألام، فماذا نصلي في البيت إن لم نتمكن من الذهاب للكنيسة لحضور البصر؟ صلواتك الخصوصية، وأنت مالكش إلا صلوات الأغبية، صلواتك الخصوصية، طلباتك الخصوصية، شكرك الخصوصي لربنا. يعني لما تقف صدق ولا تقول له أشكرك يا رب لأنك عملت معايا كذا وكذا وكذا، دي مش مكتوبة في الأجبية، مكتوبة في الأجبية صلاة الشكر. لكن أنت ليك تشكراتك الخاصة، باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتك، تفتكر كل حسنات ربنا، تفتكر خطاياك وتطلب المغفرة عنها، تفتكر احتياجات الناس وتطلب من أجلها، تصلي من أجل الكنيسة، تصلي من أجل المجتمع اللي انت بتعيش فيه، من أجل البلد اللي انت عايش فيها، من أجل جميع المحتاجين، تصلي صلاة المناجاة لله، صلاة الحب، ومش ضروري نفس صلوات البث، ممكن تصلي برضو لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى آخر. هو فاكر لو ما صلاش بالأجوية ومش هيصلي خالص. طب قبل ما يعملوا الأجوية ما كانوش الناس بيصلوا؟ ما كانوا يصلوا.